الصايم في الجو الحار ممكن أنه يتعرض إلى الإجهاد الحراري اللي من أعراضه الصداع وعدم الاتزان والضعف العام مع سرعة النبض والتنفس واضطراب في الرؤية وإحساسه بالعطش الشديد. وعشان نتجنب الإجهاد الحراري ننصح بتناول كمية كافية من الماء بالإضافة إلى تناول الخضروات والفواكه وارتداء ملابس خفيفة فضفاضة لونها فاتح، ويفضل تكون قطنية، ولازم نتم في الأماكن المكيفة والباردة. وعسى صيامكم صحي وسعيد.